صنف وما زال كواحد من أفضل من لعبوا في مركز الظهير الأيسر روبرتو كارلوس، وبعد صولات كثيرة داخل الملاعب لم يستطع مفارقة الكرة الحنين إليها دائم. سعيد بتجربتي في الهند، واستطعت أن أضع فريق دلهي دينامو في مقدمة دوري السوبر الهندي وأفضل أربعة أندية والتأهل إلى نصف النهائي. تواجده في الإمارات للعب مباراة استعراضية شجعت ربما فكرة قدومه لاحقا. كمدرب لا مانع أن أتواجد يوما ما في الإمارات والعمل هنا مع أحد الأندية، فقد اكتسبت بعض الخبرة، ففي تركيا قدمت عملا جيدا مع فريق سيفاسبور وكذلك في روسيا، وأعتقد أنني أقوم بعمل جيد مع فريقي دلهي دينامو الهندي. ورغم ابتعاده عن الريال إلا أنه عليم بخفايا البيت الملكي. في ريال مدريد المشاكل الصغيرة دائما ما تصبح كبيرة نظرا لشهرته وعراقته، ولكننا تعلمنا أن المشاكل تظل داخل النادي وليس خارجه، ويتم تجاوزها سريعا، وأعتقد أن بينيتيز قادر على أن يكون الرجل المناسب لريال مدريد. لننتظر نهاية الموسم ونرى. أما عن الأقرب للفوز بالكرة الذهبية العالمية فله وجهة نظره الخاصة. رونالدو أفضل لاعب حاليا، لكن ميسي هو الأقرب للفوز بالجائزة، والآن نجح نيمار في الدخول إلى الثلاثي المرشح وسيفوز بالجائزة في المستقبل باعتقادي، لأنه لاعب فعال مع برشلونة أو مع البرازيل. البرازيل التي كانت بوابته نحو رفع كأس العالم لها نصيب من اهتمامه. لم يعد هناك العديد من النجوم مثل ما كان الحال سابقا، ربما باستثناء نيمار وويليان، وأعتقد أن هناك ضغوطا شديدة على اللاعبين البرازيليين حاليا، ولذلك على دونجا أن يقدم عملا كبيرا لمحاولة فعل شيء مع البرازيل في البطولات القادمة. ورغم كل ذلك فإنني واثق بأن البرازيل ستعود لقوتها مستقبلا. روبرتو كارلوس أمط اللثام عن سر تسديداته التي شغلت الكثيرين. لا يوجد أي سر في تسديداتي، البعض يقول إن هناك سحرا أو طريقة التفاف معينة للجسم لتسير الكرة بشكل دولبي كما حدث في الهدف ضد فرنسا، ولكن السر الحقيقي هو في التدريب والجهد المتواصل. ووضع روبرتو كارلوس نهاية للجدل حول التساؤل لو عاد الزمن هل يلعب لبرشلونة؟ في كل مرة يطرح علي هذا السؤال أقول دوما أنا سعيد لكل ما حققته مع النادي الملكي، فزت بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني، أعتقد أنني خلقت لأكون لاعبا في ريال مدريد. يتفق الكثيرون من أهل الاختصاص الكروي أن لاعبا بمواصفات روبرتو كارلوس يصعب أو يندر أن يتكرر حتى مع تعاقب أجيال كروية كثيرة.